وهي في الحقيقه انيا فهي اثرات، ولكن ماشي اثرات بواحد الطريقه اللي راها طريقه اللي راها عميقه، لان ما نساوش بانه راه كانت عندنا مدخرات من السنه الفارطه، ولو كان اعتبرت سنه جفاف، ولكن الاهم في الامر فهناك تاثير جذري وراديكالي كما كتعرفوا. فجل لاليمون كله تقريبا التكوين ديالو فهو مستورد كما كتعرفوا، واحد النسبه اللي كتجاوز تقريبا حتى 80% اللي كتستورد من الخارج، من ضمنها الدرام، من ضمنها بزاف ديال الامور اللي راها بزاف ديال لي زاليمون اللي راها كتوجد هذه القضيه ديال العلف. وهناك تأثير، ولكن التأثير ما يمكنش يظهر في هذه السنة هذه إلا مستقبلا، لأن كانت عندنا واحد المخزون اللي راه كان سابق، وحتى إطار ديال الشح ديال الأمطار فراهو أثر. شوف، هو رمضان ديما الحمد لله كان تم هنا الاستعداد ديما كيتم استعداد رمضان، ولكن اللي كنعرفوا أهم الأمر والشيء الاهم اللي ما كانش بحال هذه هو ان هناك حسنات ديال مخطط المغرب الاخضر، لانه فعلا عطى واحد النتائج اللي راه هي كتكفل لنا باش يكون عندنا واحد المخزون من هذا الاطار هذا ديال الكتيبه، لانه كيف ما عرفتوا ربما تيكون واحد الاطار ديال الثمن اللي كيرتفع، لان الثمن اللي كيرتفع فكتعرفوا بان هناك كان باب ديال الافتتاح ديال الاستيراد ديال العمليات الحمد لله اللي كانت عطات واحد رجعت خيرا على القطيع، انه كان تم استيراد ديال العجول اللي كانت من ضمن الامور ديال المخطط الاخضر، وكذلك عمليه التسجيل الاصطناعي اللي عطات واحد النتيجه اللي راها مزيانه، لان كيف ما كنعرفوا ملي كنا قمنا بهذه العمليات في اطار الاختصاص وفي اطار الرؤوس اللحميه اللي غادي تقدر تعطي واحد الجوده عاليه واللي غادي تقدر ترضي المواطن فيما يخص التكوين ديال اللحوم اللي راها متواجده. الثمن انا كنقول لك كتبقى كيف ما كتعرفوا، فهو الثمن طلب كيبقى راهين ديال الطلب والعرض، وانتم كتعرفوا في هذه الظروف الراهنه فانه القوه الشرائيه تزيد منخفضه، لان الناس كيف ما عرفتي من تبعيات ديال كورونا وهذه الجائحه الكبرى، فهناك السلعه غير هو وكان، لان كيف ما كتعرفوا بانه السلعه اللي كتكون لها تكوين ولها اللي كتمتاز دي كاليتي ان تي بو سوبيريور راه كيكون فيها واحد الثمن، ولكن كيكون واحد التباين في الاثمنه ما بين المناطق، ما بين الاقاليم وما بين المدن وما بين العواصم، لان كما كتعرفوا فكل سلعه والثمن ديالها. نحن هناك نيه حثيثة على هذا الاطار هذا، وهناك مزازر الحمد لله اللي خرجت للوجود، وحده اخرى اللي راها جايه اللي غادي تكون بواحد مقاييس اللي راها عالميه، والحمد لله اللي كنطلبوا فيها هو يكون ادخال العنصر الحرفي فيها في اطار التسيير، وفي اطار ربما كيف ما هناك حلول اللي تقدر تجي في اطار تعاونيات باش يكون اللي كيطور الحرفه هو اللي فيها، باش كيكون عندنا كتعطي واحد النتائج اللي كتكون جد مهمه واللي كتكون بواحد المنفعه جماعيه.